السلام عليكم يا أهل الطيبين، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله يا رب الكل بصحة وسلامة. رجعنا لكم فيديو تفريزات، فيديو تفريزات اللي طلبتوه مني، وآسف على التأخير لأن قلت لكم يعني التفريزات راد لها وقت. فالوجبة اليوم مع تفريزات شنو؟ سويناكم كباب عروق أو كباب طاوة باللحم، سويناكم الناتس أو المقرمش بس بهذا الشكل اليوم. طبعا هاي الكمية راح تشوفوها سهم قدامكم، هاي تقريبا ربع كيلو او 300 غرام، بس هم صارت ما شاء الله خير من الله. وهنا سوينا الهمبرجر او البرجر مال اللحم، وهنا سوينا بورك، وهنا سوينا بورك باللحم وبالجبن. يعني اليوم تفريزاتنا خمسة اشكال مثل ما تشوفوها قدامكم. فاكيد راح اخليكم اني ويا طريقة كل واحد والمقادير. بس شنو حبايبي، يا ريت تحطون اللايك، ويا ريت تجدد الاشتراك بالقناة. اتمنى هم يشاركون الفيديو حتى الفيديو يعلم على الكل والكل يستفاد منه حبايب. فهسه راح اخليكم يا كل واحد وطريقته. هسه راح نسوي كباب عروق. هنا عندنا نص كيلو لحم، وهاي هنا كامل معدنوس او تريدون كرفس، كمية طبعا حسب الرغبة، ما اقدر احدد لكم هاي الامور. هنا انا حطيت بصلايتين، طبعا ما اخذ اني الخبز عروق، الكباب العروق مال البيت اللي شايف فيديوهات سابقا هي عروبية، ما اخذ له كل الاضافات ما عدا بس المعدنوس والملح والبصل ورشة ملح. ها هي شو اسوي هسه، راح اخلي لها هسه مية قليلة، راح احط هاي المواد كلها. يلا خلي الطحين، يعني حتى دجاج المواد كلها، لان مرات انت تحط الطحين وبعدين خلي المي هاي تصير شويه، يعني مو بصعوبه بس صفحه راح تصير بيها كرفس هوايه، صفحه راح تصير بيها بصل هوايه. فاني هذه هاي طريقتي، اخلي المي وبعدين اخلي الطحين. هاي انا طريقتي بالعروق مال الطاوة، هاي كل سهله. وهسه راح نخلي له طحين طبعا اكيد اسمر، بالاسمر يكون احسن، ما اهم طحين طبعا هنا ما يحبون بيه هوايه، هم هاي حسب الرغبه، اكو ناس تحب بيه هوايه طحين، اكو ناس تحب بيه طحين ما يحبون بيه هوايه طحين. اشوف اذا يحتاج بعد مي اكيد نخليه، لان هو لازم شويه يصير بيلين حتى يصير عندكم هش ومكسر. شوفوا كلش طريقة سهلة وما ياخذ عندنا اي وقت، ودا يكون اللحم دهين يكون بعد اطيب. تحطوا له كاري، كركم، طماطم، هاي الاضافه طبعا حسب الرغبه، كل من حسب رغبه لك. انا هذا كباب العروق ما نحب احنا، بس هيك بهذا الشكل. قلت لكم باقي الاضافات هاي ان شاء الله اختيارية. هسه هنا كمل عندنا، هسه بعد ما عجننا الكباب شوف صار بهالشكل. هذا الفيديو وشكل التشكيلات تحبوها، اكو عالم نحبها العروق العادي عندنا اللي هو يكون هذا الدائري. بهذا الشكل ونخليه هنا، خليت انا هنا تبسي وحطه في نايلون. هذا حتى جاهز وكامل عندي، شو وقت ما تريدين بس تقليه. نسوي وياه باذنجان، نسوي وياه طماطم، بعد هو العروق تعرفون انتو خبزنا اكيد العراقي الحار وياه. وهذا هسه بهذا الشكل، هاي بهذا الشكل نسوي، راح نسوي قسم هيج قسم داري. وهم انا عندي طبعا مال الدجاج منزلته، بس مال الدجاج ترى كلش يفرق، يعني طريقته كلها تفرق عن مال اللحم. فانا هم نزلته، انتبهوا دائما على روابط اللي اخلكم اياها بصندوق الوصف، يعني راح تشوفون هواي شغلات بيها، من معجنات، من نواشف، من انواع الرز، يعني هواي امور راح تلقوها بصندوق الوصف الروابط. اكو قسم كتبوا لي معلاوي الروابط ما تنفتح عندنا، اللي ما تفتح عندكم الروابط روح على قائمة التشغيل، قوائم التشغيل هم راح تشوفون انا فيديوهاتي كلها مصنفتها وخالت لكم اياها كلها، يعني
راح تلقون كل واحد شكل، يعني قائمة الرز وبأنواعه، قائمة الكباب بأنواعها، المعجنات بأنواعها، الفطائر، شغلات النواشف، المرق، كل شيء راح تشوفوه أنا مصنفتكم إياه قوام التشغيل، بالإضافة للتفريزات. تفريزات كلش ترى هواي أنا عندي، كلش كلش هواي. إذا تطلبون مني تفريزات أتمنى تراجعون فيديوهات التفريزات مالتي القديمة، ترى كلش هواي بيها أمور، قسم منها اقتصادية وقسم منها دائما أذكر لكم يعني منوعة. فأتمنى هم تشوفون فيديوهات التفريزات القديمة مالتي اللي هي كانت أكثرية، طبعا نزلها بشهر رمضان، يعني هم ما شاء الله العالم كلش استفادت منها وهواية رحموا لوالدتي. فأتمنى هم تشوفوها، يعني راح تشوفون هواي شغلات بيها كلها راح تستفادون منها، بالأخص الموظفة، مو بس هي الموظفة ترى تفريزات، مو بس اللي عندها طلاب، هي على العموم تفريزات تفيد، تفيد أم البيت بأي حالة، تفيد تفيدكم. يعني انت هسه اليوم مثلا عندك كان تعزيل وتنظيف ومثلا يعني مسوي في الشيء غدا بسيط بالبيت، عندك تنظيف على غفله جاش خطار، تعرفون احنا خطارنا يعني دائما يجي على غفله، يعني مو دائما اللي واحد يبلغ يقول لك اني جاي، لا نشوف اللي خطار وجانا، واني ما محاسبه حساب لان انا مسوي اكل، فمسوي في الشيء بسيط لان كان عندي تنظيف. فهاي الشغلات راح تفيدك انت من حافه المجمده، من حيجيش خطار لا حتتفاجئين ولا حتضوجين، ولا مو واحد يضوج من الخطار بس حيضوج انه ما مهيئ نفسه لهذا الشيء. فعندك هاي التفريزات المجمدة كلها راح تفيدك، كلها راح تساعدك. فأكيد يعني احنا هاي الأمور لناكم، مو بس لموظفة، مو بس اللي عندها طلاب، يعني هي بكل أحوال تفيد، كل أحوال تفيد. أنا من الناس دائما أقول لكم أنا هاي التفريزات أشوف روحي تعبانة، عندي مراجعة، عندي هواي امور، فافتح المجمد اشوف عندي تفريزات اطلع ومرتاحه اني، وبس مجرد احملهم او اقليلهم. فهاي الامور كلها تفيد، صح واحد يتعب بيها، تعبين بيها يوم او يومين مو مشكله، بس راح اشوف ان الراحل بيها، لان انا دائما اذكر بيها اتعب يوم يومين ثلاثه مو مشكله، بس اني وراها راح ارتاح راحه يعني فتره معينه. مو بس هاي، اكو شغله ثانيه حبايب طبعا انا بتسوي لكم اياها واحاول ان شاء الله اسوي لكم اياها. اي نوع مرق تطبخيه، اي نوع مرق تطبخيه، حاولي تطبخينها بكميه، اطبخ كميه، مكان ما اطبخ مال يوم واحد اطبخ مال يومين. يستوي الجدر، هاي ان شاء الله حلوه ما حتستفادون كلش منها، وانا ان شاء الله هم راح اطبقها لانها ما راح تفيدني، لان اكيد انا وراي هم دوام. مكان ما اسوي يعني مال مره واحده اسوي، لا مكان ما اسوي جدرها الكبرى اسوي جدرها الكبرى. اول ما تستوي راح اشيل منه بحافظه او هاي جذور هسه الاستعمال اليومي واخليها مجمده، يعني كانه طبختها جديد ضامتها. فهم يجي يوم يعني انت هاي المرض راح تفيدك وتقدرين تطلعيها، ويعني جاهزه مجرد تسوون اياها رز او تمن. فهاي هم تفيدكم، يعني اني مو ماكو داعي مثلا اسويها كلها بيوم واحد، انا اقدر هسه اسويكم عدة طبخات بيوم واحد وحطها مجمدة، بس ما اريد اتعب نفسي، لان يعني تدرون شغلة الطبخ بالمرق يعني يراد له وقت، واني مو كان ما بيوم واحد كلنا اسويهن، لا كل ما اطبخ مثلا سبينار اطبخ كمية اكثر، مثلا بامية تعرفون بامية هي متبات السبعة تطيب، اطبخ كمية اكثر، مثلا اي نوع مرق تشوف يعني مرق اطبخ كمية زايدة اسويها مضاعفة، اشيل منها واخليها بالمجمدة والباقي احنا نتغدى به. هاي شوفون راح تشوفون ثقوا واعتقدوا هاي الطريقة اذا سويتوها راح ترتاحون راحة كلش، يعني هواي كلش هواي، وانا ان شاء الله هم راح اطبقها الي لنفسي لان حستفاد منها، لان مثل ما قلت لكم انا عندي دوام لمدة 4 أشهر يومية من الصبح، لان عندي كورس اللي سألوني انتي وين دومين الله عليك وين متعينة عمي بعدني بأدرس حاليا، بأدرس خلي أدرس اللغة والله كريم بعدين ألحق على الشغل. فعندي كورس 4 أشهر المدة مالته، وراح يبدي من الساعة 8 لساعة 11، بس الطلعة راح تكون أنا عندي من الساعة 7 لحد الساعة 12 يلا أوصل للبيت. فأنا مثلا أرجع أكيد تدرون الشتاء حيكون دوامي كله بالشتاء، راح أكون تعبانة، راح يعني أمور، فهاي إن شاء الله كلها راح أستفاد منها. يعني أجي مجرد بس أطلع المرق أنا اللي حاطته بالمجمدة و
هسه وياه رز. تدري شلون الرز كل سهله، وها هي راح استفاد منها. هاي الامور هم راح استفاد كلش من عندها، همين اجي بس اقلي وها هي، او بس احمي وها هي، فها كلها راح تفيدني. فان شاء الله التفريزات حلوه حبايب. اللي يقول احنا ما عندنا امكانيه وامكانياتنا ضعيفه، فقلت لكم انا منزله كلش هواي، منزله يعني وصفات اقتصاديه، منزله وصفات يعني. فاتمنى تراجعون الفيديوهات اللي انا نزلتها. وهسه كملنا هاي الوجبه الاولى، راح اخلي نايلون فوقها ونكمل الباقي. هذا من الكباب مالتنا، كباب العروس، كباب طاوة هم كمل عندنا. باشي يقول هذا هسه بخليه مجمده، وهم مجمده وبعدين راح نفرزه. هسه شنو مجمده بعدين نفرزه؟ لان حسوي ماعين، حتى انا اريد اطلع الغداء خوط على هذا كله، اكيد هذا هواية. فاحنا حسوي ماعين ماعين يعني مال وجبة غدا. فهسه هذا اكيد همين راح اخليه مجمده. وهنا المقادير، هذا همين نص كيلو لحم يعني شرح، بس بيه دهن بس فشي قليل كلش. وعندنا هنا ثوم، هاي الكميه هنا حسب الرغبه، حسب واحد اكو قسم يحبون بيها ثوم شويه كلش ظاهر، واكو وسط واكو قليل، فهاي الكميه اللي يكون وسط. واكيد البهارات مالكم مال همبرجر وملح وبيض، وهذا الطحين مال الصمون. هسه هنا راح نبرش الثوم، هسه راح نخلي هاي كمية الثوم كلها. نخلي ملح، راح استعمل طبعا ايدي ملح، بس ملح. وراح استعمل بهارات مال همبرجر، تقريبا ملعقتين طعام راح اخليه، لان هنا يحبون بيها بهارات شوية ظاهرة. وراح نخلي الصمون المطحون، شوفوا بايدي حقيس، وحدة اثنين. هسه بعد راح نخلي البيض، راح اخلي بداية بيضتين، هاي حجمهم كلش صغار، نخلي بيضتين. وشو بدك تحتاج بعد بيضة ثانية نخليها، كما حنعجنا. شوفوا قد سهل وبسيط. هسه الهمبرجر شوفوا صار هالشكل بعد ما عجناه وكملناه، شوفوا حتى لو نضير لان البهارات والمواد البي. وهسه راح نسوي الهمبرجر، لان هذا القالب طبعا هواي عندكم انتم من هذا القالب هنا بالعراق، وهذا سعره ترى يورو يعني حتى مو هواي. شوفوا بس انا عندي هذا الثاني. هسه ايش راح اسوي؟ اكيد انتم شايفين الفيديوهات السابقة، راح اغلفه بالنايلون حتى بسهولة يطلع، وهم ما يتوسخ عندنا. هذا الشكل. وناخذ هذا الورق، ورق مال الزبدة، راح نقصه من الوسط بهذا الشكل، نقصه من النص. صارت عندي طبقات حطهم بين الهمبرجر او الهمبرجر او البرجر، كل واحد وتسميته. فهاي هسه حضرنا الورق، وراح نسويه هذا القالب هم مالتنا حضرناه. وهسه راح نبلش، راح ناخذ كمية من اللحم، هذا الشكل. راح نخلي بالقالب مالتنا، خليها بالوسط حتى تساوي عندي كلها، واضغط بيها بهذا الشكل. وهسه بسهولة شوفوا اطلعها، ليش خليت على النايلون بسهولة راح تطلع عندي. هسه شوفوا احنا خلينا بهذا الشكل، ايش راح اسوي؟ اجيب هذا الورق، راح احطه بهذا الشكل حتى من يجمد همين رأسا اشيله هو الورقة، واخليه يعني خليه هنا والاوراق حتى يصيرن بيناتن، حتى من نقليه ونطلعه غير يوم
يعني بيناتنا اوراق. شوفوا مباشرة على الورقة. وهذا الهمبرجر هم كملناه وهم صار كمية خير من الله، وهم اكيد راح نستفاد منه. وهسه على الشكل هم راح اجمده وبعدين راح نفرزه. وهسه راح اسوي لكم بورك. عندنا هاي العجينة، هاي العجينة الجاهزة. واذا تريدون العجينة مال البيت فانا منزل الطريقة. هنا عندي معدنوس او كرفوس رمتناه بهذا الشكل وعملتناه. وعندي هذا الجبن هنا، حبايب هذا الجبن هذا شوفوا اللي هنا موجود، خلي اخذ له صورة. هذا مثل الجبن العرب، شوفوا حتى مزرف، تشوفون حتى مزرف. وهذا راح اسويهم بيه بورك. اراكم شكله شلون، شوف شكله، شوفوا هذا جبن عرب. خدتوا له صورة. هذا كليفة موجود بيلا بلوس، اعتقد بيلا هم موجود، ما اعرف بس انا لقيتها بيلا بلوس. لكن شاء الله مرات نلقيها بيلا بلوس، بيلا ما موجودة. فراح اخذ قطعة منها وراح افرمها كلش ناعم. شوف حتى هي حلو ناشف كلش، شوفوا شلون ناشف، عينة جن عرب بالضبط باعوا، يعني ما ينمرض هذا اهم شيء. اسوي بهذا الشكل ناعم كلش. هذا هم العشاء، غدا، حتى ربع الريوق، كل اوقات يفيد. اكو اللي يحبون شغلات الجبن المجبن حتى بالغدا يحبوها. فهذا الشكل ترمناه كلش ناعم. دائما ترموه ناعم يعطيكم نتيجة احسن. شوفوا حلو هذا الجبن يعجبني بيه، من ترموه ما ينمرض. فهذا هسه الجبن طبعا تجمعون انتو البورك، ما يحب حشوة هواية. ما اخذنا هو بس هذا. وعندنا هنا هذا لحم، قيمة مال لحم نزلتها عندي بالقناة كاملة وجاهزة. فهاي النوعية مال عجينة كلش زينة، اكو هواية انواع بس هاي شوفوها من اللي هنا موجود، خليها اول الصورة. هذه كل زينة وسعرها رخيص بيورو ونص. فراح نسويها هاي، راح ناخذ وحده وحده. راح اسوي شيء مال الجبن، واحنا عندنا كلش حبوا احنا مال الجبن. هاي الاطراف بس الاطراف راح اخليه لا ما ينشف، راح اخلي شويه جبن. شوية معدنوس او كرافوس براحتكم شو تحطون انتو. طبعا كثروا من المعدنوس بالبورة كلش طعمه طيب. راح ابرمها بهذا الشكل والفها برهوات ايدي، لان العجينة شوية لما تلفوها بقوة راح تنفل عندكم. هاي راح اسوي مرة لحم مرة جبن حتى تصير عندي الكمية متساوية. هنخلي لحم، هنخلي معدنوس او بقدونس، راح نبرمهم بهذا الشكل برهاوة ايدنا. شوفوا نبرمها بهذا الشكل. هسه مع اللحم خلينا نخليه على الصفحة لنعرف اللحم من الجبن. شوف هسه كملنا، طبعا خليت الصينية واحدة بس شوف ايش كتبت. كتبت هنا لحم، كتبت هنا جبن، خليت انواع الصف الثاني لان انا ما اريد اخلي هواي صواني مجمدة. فخليت بصينية واحدة بس كتبت عليهن حتى اميزهن من الجبنة. فهسه انا هاي الطريقة راح اخليها بمجمدة، وبعد ما تجمد يلا يعني افرزها واخليها بماي. وهسه راح اسويكم الناتس او المقرمش. راح اعرفكم المقادير. صدر دجاج واحد يعني وزنه تقريب ربع كيلو او 300 غرام، مو هواي شوفوا، بس هاي كاسه صغيره. واكيد راح اخلي فلفل احمر حار بس هالشي بسيط، هذا اختياري. ثوم مطحون، بصل مطحون، فلفل احمر حلو
او بابريكا راح اخلي ماجي واكيد البيكنج باودر. فهسه راح نبدي لازم نسوي طعم حضرة الطعام. فهسه البداش راح اخلي الدجاج. شفتون طبعا لان كان الصوت ما اقدر احكي خليت قطعة قطعة ونهرس. عندنا لازم نخليه ينهرس زين. هسه راح نخليه الاضافات. راح اخلي فيهم مطحون. راح اخلي ملعقة كوب بعوم ممسوحة ثوم مطحون. راح اخلي بصل هم بودرة مال بصل هم ملعقة مال كوب ممسوحة فلفل أحمر هذا الحلو أو البابريكا. راح أخلي نصف ملعقة كوب. استخدمنا اليوم بس قاشوقة أو ملعقة الكوب. الفلفل الأحمر الحار لا أخلي كلش شيء بسيط. هاي شغلة اختياري إذا تحبون تخلون. راح أخلي في شيء كلش بسيط لأن تدرون هو كلش حار. شوفوا يعني حتى أقل من ربع. وراح اخلي ماجي. اللي يقول ماجي مو صحي ويسوي امراض فاستعملوا الملح. بس انا لازم يعني ما اعرف اخلي الا لازم ماجي لان ماجي يضيف الطعام يعني اطيب من الملح. يعني هم امور هواي ناخذهم من السوق ونشتريهم ونعرف شنو هم بيها شغلات. على الاقل سايتي الناس او المقرمش عن صوت هسه بايدي. بس انت ما قاعد تشتري من السوق هم ما نعرف شنو بيه. يعني احنا مو بس مثل حاسفون هواي يكتبون مثلا ماجي سوى امراض مسلطنة ما اعرف شنو. فاحنا هم نشتري شغلات من السوق ما نعرف شنو اصلا بيها. وراح اخلي ضرب بيكنج باودر او ملعقة طعام. هسا هم راح اشغل هاي المواد تبقى بس اضافة واحدة راح نضيفها. هسه بعد ما تلبست كل المواد التتبيلات حطيناها راح نخلي له توست. يقول التوست غالي طبعا هو بقول انا اصلا بالتعليقات قالوا التوست يمنا بألف دينار. فانا هم نزلت طريقة مال التوست الاسمر ومال الابيض وكلش سهل والحمد لله مو وايد جربوا ونجحوا. اليوم راح استخدم الاسمر ما حستخدم الابيض لان اريده نوعا ما يكون صحي. فراح استخدم الاسمر. هنا بما انه انا كمية كلش قليلة عندي تقريبا ربع كيلو و 300 غرام راح اخلي 4 قطع توست. الحجم الصغير 4 قطع توست حجم صغير. بس راح نشغلها وراح نخلي شوي. هسه كمل عندنا راح تشوفوا شلون صار. شوفوا طعمنا نسوي دائما ما يتزق بالايد. اكو هواي انا شايفه يقولون نحطه بالبراد شوي ينشف. عم نشوفه نسوي نهائيا ما يتزق. طبعا هذا الابيض شنو خليت شويه ويا جبن. ضفت له تجرب طعمه بالجبن فخليت له شويه جبن. هذا شغله اختياريه ماكو علاقه يعني انا مجرد اجرب. تعرفون بي انا احب دائما ان شاء الله اجربها. فضفت له شويه جبن. هذا راح اسرح لكم نوعيته. هذا الجبن شوفوا ضفت قطعه تقريبا قد هذا ضفت وياه. يعني هاي ان شاء الله هاي اضافيه من عندي. فانتوا اذا تحبون تضيفوها ضيفوها ما تحبون لا تضيفوها. بس هاي ان شاء الله اضافيه مني لان نشوفونهم شويه يعني شلون شكلها يعني نوعا ما. تشوفون شكل الجبن شويه نقول احنا يعني بارز. فهنا هم نشوف طعمها شلون حيكون بيها طيب او ما طيب. اكيد راح هم اقول لكم. هسه هنا خلينا هذا صمون المطحون اللي ما عندكم متواجد بدون صمون الفرنسي تيب بسو طحنوه
او كعك او بقسم او اكو جاهز يبيعوه. هنا حطيت طحين وهنا خبط بيض، وهاي مالتنا الخلطة شوفوها كميتها كلش قليلة، هاي قدامكم شوفوها كلش قليلة. فهسه راح انا اليوم طبعا راح اشكلها تشكيلة مثل الهمبرجر بهارات مثل الهمبرجر، حبيت اسويها دائرية. طبعا خليت شوية بايدي زيت، باش بسوي دائرة واضغط عليها على كيفي. هنا الفخم طبعا حسب الرغبة سويتها بهذا الشكل دائرة. شو راح اسوي هسه بداية؟ راح اخليها بالطحين بهذا الشكل، وجهه قفة خليها بالطحين، وهنا بخليها بالبيض، خليها بالبيض، دير على الوجه الثاني بهذا الشكل. هسه مباشرة هذا الصمون المطحون هذا الشكل، اقلب على الصفحة الثانية. حاولوا تخلوها تاخذ هواية حتى تعطيكم قرمشة حلوة. وهاي دائما دائرة بهذا الشكل. طبعا هم اكيد شايفين يبيعون هيك في بالمطاعم او بالمطاعم او يبيعوا جاهز هم هذا الشكل. فاليوم باعوا شكل كلش بسيط، راح اسوي هسه بهذا الشكل كملت. هاي شوفوا، راح نخلي هسه طبقة نايلون ونكمل الأخير. وأخيرا خلصنا التبريزات. تبريزاتنا شنو؟ قلتلكم كباب طاوة أو عروق، كل واحد تسميته. هنا همبرجر أو همبرجر، همبرجر أو برجر أو همبرجر، كل واحد تسميته مال اللحم. وهنا سوينا بورك مثل اللي تشوفون مال لحم وجبن. وهنا سويت الناس او المقرمش بس بطريقه صحيه، سويناه بالتوست الاسمر وسويناه هيك الشكل، لان نقدر ناكله بالتوست ونقدر نسوي سندويش مثل الهمبرجر. فيعني طريقه كلش سهله. فهاي تبريزاتنا، تبريزاتنا الوجبه الثانيه. فهسه حابه ايش اسوي؟ اذا كلها خليهم بالمجمده، راح اجمدهن ووراها راح نفرزهن، نجمدهن وبعدين نفرزهن. فهسه راح ندخل المجمدة وبعدين راح تشوفون طريقة التفريز. وهسه عندنا جمدة مثل تشوفون، شوفكم خليناهن يوم كامل. شوفوا هسه انا هاي اقدر ارفعها هي والورق، شوفوا جامدة. وهاي الورق بيناتهن حتى من اريد افتحها واريد اقليها باعوا بسهولة راح تنفتح عندكم، بسهولة راح تنفتح عندكم. خلي بيناتهن طبقات اوراق. فهسه هاي جمدة عندي، وأيضا كباب العروق هم جمال ابنه تشوفون. شوفوا هسه حتى من اصفطه ما حي يعني تصير راح يكون عندي سهل. شوفوا صفطهم بماي. اول شيء راح نسوي البورك، راح نخلي اول شيء مال الجبن حتى نعرف. وهاي عندنا مواعيننا اكيد بالفلين مغلي فيها، فراح اسلطه بهذا الشكل. هذا مال الجبن، هذا شو كتبنا عليه جبن، لان هو مستحيل واحد يميز اللحم عن الجبن نفس الشكل، فاكتب عليه افضل. هاي هسه بورك صار عندنا شكلين غلفناه. هاي هسه كملناهن، شوفوا فرزناهن بهذا الشكل وراح نخليهن. وشو ما نريد نطلع وجبه. شوفوا هسه صارت كم عندي وجبه؟ صارت عندي 8 وجبات، 8 وجبات. هنا اللي تشوفون هذا الستيك كلش كبار، وهذا اللي تشوفون هاي الكميه اعتقد شفتوه بالفيديو واضح. اكيد راح تجينهم تعليقات قلت لكم هذا ربع كيلو او 300 غرام، الله يكدبني ما اعرف بالضبط، بس مو حتى مو نص كيلو. شوفوا الكميه صارت خير من الله. وهنا عندنا بوره قلت لكم نوعين، جبن ولحم وهمبرجر وكباب او عروق طاوه. فهاي هم 8 وجبات هنخليها بالفريز، ها مو وجبه تفريزات هم، ان شاء الله تستفادون منها. ولهنا حبايبي، وراح اقول لكم مع السلامه للجميع.